في اتجاه ربيع، ربيع الحمري، ربيع يتقوى قد الكرة. ماذا شر سيد الحكم؟ لا وجود لمخالفة في كل مكان في ليبيا. ما يقص هذا الفريق هو بطولة. وماذا أشار سيد الحكم؟ أشار إلى مخالفة لمصلحة فريق الأخضر، لمصلحة فريق الأخضر. شوفوا الاختراق، شوفوا كيف مر المتابعة من حسين صالح. هدف لولا التمريرة القاتلة اللي كانت من أري بابل لوصلت لأمادو اللي ودعها داخل شباك فريق الصداقة. وماذا سهيب سليمان يلعب كرة زاحفة ولكن تبعد من دفاعات فريق الصداقة. تمشي الآن كده سريعة لمصلحة فريق الصداقة. هل يفعل فريق الصداقة؟ وهناك المتابعة. ماذا شرحك من لقاء الكرة؟ يلعب كرة لأنس، تعود له الكرة من جديد إلى العمامي. الآن العمامي، العمامي يرسل كرة ولكن سهلة عند الحارس المتألق والرائع اليوم. لولا الهدف الوحيد هو الحارس جاكماني. كده الصبر هذا المدرب. تمشي لها الكرة خضروية سريعة في اتجاه المهاجم ولكن سهلة، سهلة للحارس جاكماني من أمام لاعب برز مع فريق الشط والأهلي. تلعب الكرة تجاوز الهدف، ضاع الهدف، ضاع الهدف. كان يسجل. شوف الكرة، شوف الكرة من محسم التايب وحسين صالح بالراس. مرت بسلام، مرت بسلام على لاعبي فريق الأخضر ومرمى فريق الأخضر. والله كان حسين صالح أن يضرب فريق الأخضر ويسجل التعادل. الصداقة أمامنا أنيس الباز اللي فاخر واللي يمتلك الملعب. فرروا وشيد بدور هذا الزميل الشاب الإعلامي محمد سواعي. تمشي لها كرة خطيرة لمصلحة فريق الصداقة اللي يبحث عن التعديل، ولكن جميع المحاولات بشكل حلو، بشكل حلو. خطير الآن فريق الصداقة، خطير فريق الصداقة للتايب، لمن يتايب، لمن يتايب. تصل الدفاع فريق الأخضر في الإبعاد. وتمر سريعا على فريق الصداقة ويبطع على فريق الأخضر. ولكن التاوري نمشي الآن لمحمد بلاش، محمد وبلاش وجاسم والتسديد، ولكن لأين يا عبد الله؟ إلى المدرجات.